متتبعي انفاس باريس، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي. اليوم غادي نطرقوا للموضوع تاع المحطه الطرقيه اولا زيان. غيتم الافتتاح تاع يوم الاثنين 5 يوليو 2021 بعد شهور طويله من الاغلاق. من اجل مناقشه هذا الموضوع هذا نستضيف السيد يونس بولاق، رئيس الجامعه المغربيه للمقاوله الصغرى والمتوسطه للنقل الطرقي بالمغرب. سي يونس مرحبا بك. مرحبا، شكرا لكم على الاستضافه، وكنتمناو هذه الحلقه تدوز في ظروف جيده، ونتمنى لكم كذلك التوفيق في المسار ديالكم المهني. سي يونس، بعد مطالب كثيره وبعد يعني الحاح من طرف المهنيه النقل، تم اعاده افتتاح محطه الطرقيه اولى زيان اللي غتم الافتتاح ديالها يوم 5 يوليو 2021. اش هي القراءه ديالك لهذا الخبر هذا؟ الرأي ديالنا في إعادة افتتاح المحطة الطرقية ولاد زيان، كنتمنوا هذه المسألة ديال إعادة الفتح، وكنقولوا بأنها جات في الوقت ديالها المناسب، لأن المهنيين ضاق بهم هذه المسألة، لأن التنظيم والاستمرارية ديال العمل واحترام مواقيت الانطلاق والعمل في واحد الأريحية كيجي من داخل المحطة الطرقية ولاد زيان. اللي كنتمناو من إعادة الفتح ديال المحطة الطرقية ولاد زيان هو تعود واحد الافتتاح من جديد بقوانين جديدة، بمحاربة بعض الأشياء التي أصبحت تضر بالمهنيين من وسطاء من دخلاء داخل المحطة يتدخلون في أشياء لا تعنيهم. احنا الحمد لله كان نتوخاو خير من هذه الإعادة ديال الفتح ديال المحطة الطرقية مع معية السلطات المحلية والناس ديال الأمن والناس ديال الجامعة الحضارية، باش يكون واحد الإعادة مشتركة بين جميع المتدخلين، حتى يعيش المواطن في أريحية ويستقبل في أحسن الظروف. تم عقد لجنة من أجل الإشراف على افتتاح هذه المحطة هذا، وكنتم انتم كجامعة المغربية للمقاولة الصغرى والمتوسطة حاضرين ضمن هذه اللجنة هذا. أشنا هي أهم الخطوط العريضة اللي تم اتفاق عليها؟ الاجتماع ديال هذه اللجنه المشتركه اللي كتضم جميع المتداخلين اجتمعت وخذت عده قرارات تعني المحطه الطرقيه واعاده افتتاحها. ضمن هذه القرارات هو احترام الشبابيك من طرف المواطنين، وباش يبداو ياخذوا التذاكر ديالهم من الشبابيك، واللي ما عندوش الورقه ديالهم من الشباك لن يلج الى المحطه الطرقيه ولا زيان. ثانيا احترام مسافه الامان. ثالثا احترام وضع الكمامه. التعقيم، وذلك بحرص شديد من طرف جميع المتدخلين حتى تمر اعاده الافتتاح في ظروف جيده، ونحترم الوسائل الاحترازيه. هذه الوسائل الاحترازيه هي كينصوا عليها دفاتر التحملات المبعوثه من طرف الوزاره، وزارة النقل واللوجستيك والماء، لكل في اختصاصه. بالنسبة لدفتر التحملات الخاص بمسيري المحطة الطرقية ولاد زيان، فهم عندهم يحترموا جميع القوانين اللي كتخص الوسائل الاحترازية. بالنسبة لنا احنا كمهنيين فكنحترموا، يجب ان نحترم دفتر التحملات ديالنا اللي كتنص فيه المسألة ديال احترام نسبة الملء اللي هي محددة من طرف وزارة الداخلية في 75%. التباعد والولوج الحافلة من باب الخلفي والنزول من باب الأمامي. وضع الكمامات. جميع الوسائل الاحترازية في دفتر التحملات سوف نحترمها، وكذلك الجهة الأخرى اللي هي الجامعة يجب أن تحترم دفتر التحملات ديالها. وهنا يمكن نتجاوزوا هذه الظرفية اللي هي فيها المرض بإذن الله سبحانه وتعالى. سي يونس، ما هي الضمانات من اجل عدم تكرار السيناريو اللي وقع السنه الماضيه اللي كنا يعني عشناه، تبيز بواحد الفوضى على مستوى المحطه الطرقيه ولاد زيان؟ يمكن السيناريو الذي حصل في السنه الماضيه في عيد الاضحى المبارك هي كانت مساله صراحه كارثيه تسببت في انتشار المرض، لكن حنا هذه السنه لسوء الحظ كيتزامن اعاده افتتاح المحطه الطرقيه مع الموسم ديال عيد الاضحى. هنا يجب ان نركز على المسائل الاحترازيه التي نتوصل بها من طرف الوزارة الداخلية. هذه الوسائل هي التباعد
اثناء اقتناء التذاكر، وحبذا لو احترم المواطنون ومشاو اقتنوا التذاكر ديالهم من بعض المواقع اللي اصبحت جديده، يعني كان احسن. مساله التباعد غنحرصوا عليها في الابواب ديال المحطه وامام الشبابيك من طرف الناس ديال السلطه اولا، والناس ديال الامن، وثالثا من الناس ديال لا سيكوريتي اللي تم اقتنائهم من طرف الجماعه الحضاريه، غادي نحرصوا عليهم. الكمامات يجب استعمالها من ولوج المحطه الى ولوج الحافله، واللي ما عندوش كمامه ديالو فاحنا وضعنا كمامات، راه اشاره المواطنين غتكون في الابواب ديال المحطات، احترام مسافه الامان، احترام نسبه الملء داخل الحافلات اللي هي 75%، وطريقه الجلوس كما كتعرفوا الباب الخلفي للحافله هو للولوج والباب الامامي هو للنزول. لماذا هذه المساله؟ لان كما كتعرفوا ملي كيولي عندنا واحد يليجو من الباب الخلفي وواحد يليجو يجوا من الباب الامامي، هنا كيوقع ذاك الاختلاط وسط الحافله، وكما كتعرفوا هذه الجائحه فهي كتجي بناء على التقارب وعلى هذه المسائل ديال عدم التباعد. احنا هنا سوف نحرص معي جميع الشركاء والدخلاء داخل المحطه على السهر على هذه المساله هذه حتى تمر هذه الفتره ديال عيد الاضحى في احسن الظروف. البعض تيقول بان من الصعب تحقيق هذه الاجراءات اللي تتحدث عليها، خاصه ان التاريخ بين قوسين التاريخ الاسود لهذه المحطه على مستوى مدينه الدار البيضاء. لا لا لا، هو ليس بصعب. لماذا؟ لان كما كتعرفوا ففي السنه الفارطه لم تكن لدينا تجربه، وكما كتعرفوا فكان الاختلاط، عدم وضع الكمامه، احترام مسافه الامان، وكانت جات واحد الظرفيه الجائحه كانت في عز تطورها، وجات هذاك الرساله من وزير الداخليه باش التنقل بين المدن سوف يتوقف. هنا كاين وسائل احترازيه عن بعد. حنا راه السيد العام صاحب الجلاله راه واقف ديال مر السلطان، هو تحرك البارح بنفسه باش يوقف على اخر الاشغال. حنا يوميا نتفقد معيه السلطه المحليه والناس ديال النقل والناس ديال الجامعه الحضاريه باش هذه المسائل تمر في احسن الظروف، وسوف نحافظ لان هذه بلادنا، والمرض حنا ما بغيناش ينتشر لنا عن طريق المحطه الطرقيه ولا تزيان، حتى نحافظ عليها لمده اطول ان شاء الله. واش اعاده المحطه ولا الزيان غادي يكون بدايه جديده لهذه المحطه في مدينه الدار البيضاء؟ ان شاء الله نتمنى، لان كل ما تداولناه خلال اللجان التقنيه من اجل افتتاح المحطه بطريقه جديده سلميه لا تتوفر على وسطاء خارج المحطة، تذاكر يجب أن تقتنى من الشبابيك، الناس ديال الأمن سوف يكونون في جميع الأبواب، وسوف تخصص سيارة خاصة باش يكون الترقيم أو كما كنقولوا ذاك البوانتاج الناس اللي في محيط المحطة. الوسطاء سوف يكون في حقهم جزر، الحافلات التي سوف تشتغل خارج المحطة سوف تكون في حقها الجزر وإيداعها في المحجز البلدي، يعني جميع الظروف سوف تتوفر لإعادة فتح محطة ولا زيان في ظروف جد صحية وجيدة. منذ سنوات يتم الحديث عن مشروع إحداث مجموعة من المحطات الطرقية على مستوى الدار البيضاء، أنتم كمهني النقل واش عندكم معلومات حول هذا المشروع هذا؟ وهل يتم التنسيق معكم حول إحداث هذا المشاريع، النوع تاع المشاريع في الدار البيضاء؟ نحن كمهنيين فعلا نتمنى وكنقولوا الاستراتيجية اللي خصها تكون مستقبلا بالنسبة لمدينة الدار البيضاء هي أن تتوفر على عدة محطات، محطات خاصة بالجنوب، محطات خاصة بالشمال، ومحطات خاصة بالخطوط القصيرة. علاش؟ هادشي كيعيشوا حتى الدول المتقدمة، لا في إسبانيا لا في فرنسا، كما كنعرفوا راه كاين غير أرصفة أين تتوقف الحافلات، وكل أرصفة لها اتجاه خاص بها. حنا بالنسبة للمحطة ولاد زيان اليوم أصبحت وسط المدينة وبالقرب من واحد الأزقة، واحد المسألة اللي ما كتسمحش تكون هناك محطة طرقية، لذا هناك استراتيجية وهناك تصور على أرض الواقع. لا يوجد هذه المسألة هذه، ولكن سوف نصر وغنوضعوا حنا التصور ديالنا باش يكونوا عدة محطات بمدينة الدار البيضاء حتى نتفادى هذا الاكتضاض مستقبلا. سيونش، واش ما شفتوش بان كان من الخطا احداث المحطات الطرقيه ولا الزيان في تلك المنطقه اللي معروف اللي هي اصلا اهله بالسكان وتتعرف مجموعه من المشاكل؟
لا هو كما كتعرف في سنه 1999 ما كانش هذاك الاكتضاض السكني انذاك، ولكن المحطه وضعت تما وفق معايير اللي ما كانتش القراءه ديالها مستقبليه. لماذا؟ لان المحطه كما كنعرفوا في جنب الدرب السلطان دائما الاكتضاض ننتظره والبنايات تتكاثر، لذا حاليا في المنطقة اللي موضوع فيها المحطة الطرقية ولزيا لم توضع لها قراءات جيدة ولا استراتيجية جيدة، لذا المحطة يجب أن تكون في جنبات مدينة الدار البيضاء كما هي المحطات على الصعيد الوطني لمدينة طنجة، المحطة الجديدة بمدينة الرباط إلى آخره، يجب أن تكون قريبة جدا إلى طريق السيار حتى لا يقع اكتضاض داخل المدينة. إغلاق محطة عولة الزيان كشف واحد الفوضى عارمة على مستوى النقل بين المدن، بين الدار البيضاء وباقي المدن الأخرى، علاش يعني مهني النقل التجؤوا لهذا الطريق هذا؟ عوض أنهم يصبروا شوية تتعاود تفتح المحطة عولة الزيان. بالنسبة بعد غلق المحطة الطرقية ولاد الزيان كما كتعرفوا، فالناس ديال الحافلات كانوا ملزمين باش يستمروا في العمل ديالهم، لأن عندهم توابع من تأمين من مصاريف ضرائب إلى آخره. هنا اضطروا الإخوان ديالنا المهنيين باش يقوموا بحبل الركاب من بين الأزقة وجوانب المحطة حتى تستمر الحياة، ويلقاو باش يسدوا دوك المصاريف اللي بقات في عاتقهم، واضطروا باش يقوموا بهذه العملية في جنبات المحطة وفي الأزقة، رغم أنهم عانوا الأمرين من طرف المسؤولين ومن طرف السلطة في تحرير حق في حقهم مخالفات، وعاشوا الويلات، وهما الآن كيتوخاو خير في الفتح ديال المحطة من أجل إعادة تنظيمهم والعمل بطريقة جيدة. شكرا سي يونس على قبول الدعوة، ونتمنى تكون إعادة افتتاح محطة طرقية ميلاد جديد لهذه المحطة هذه. شكرا لكم وشكرا على الاستضافة، وكنتمنى لكم مسيرة موفقة في هذا البرنامج ديالكم وفي المسيرة المهنية ديالكم أخي أحمد.